حضرتك ليه تصرفتي هيك؟ شغلة كتير حلوة عن جد، كتير شاطرة أنت. ما في داعي إنه حدا يلومني، أنا عملت الشيء المناسب. مفكرة اللي عملتيه منيح؟ ها؟ خليتي هدول النسوان يروحوا معك مشان يدعموك يا شاطرة. هاي الشغلات بس بتصير بالتلفزيون وبأفلام السينما، أما بالواقع ما راح تفيدك. شلون صدقتيهم؟ كان المفروض إنك تسأليني لإلي على القليلة قبل ما تروحي أنت وياهن وتعملي هذا الشيء لوحدك. بس لا، مفكرة حالك شي شغلة كبيرة وما في حدا مسؤول عنك هون. أنا حاولت فهمك كل حكيك هاد، بس هي كانت مصرة. أنا شو بقدر أعمل بهالموضوع؟ شو بتقدري تعملي؟ حضرتك كان لازم تضربيها وتحبسيها بالبيت، هذا اللي بتقدري تعمليه؟ شوفي، أنت ما بيصير تتركيها على كيفها هيك. بس لا، كنتي أشطر برفع الشعارات وخلق المشاكل قدام بيت السيد شوريا. بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليكم على اللي عملتوه. أنا كمان فكرت بحكيك، بس حاولت تفهمني. مو ضروري دائماً إنه تكون الحلول تبعنا هي الصحيحة لمشاكلها. أحياناً نحن لازم ناخذ باقتراحات أولادنا، صح؟ مبسوطة؟ عملتي الشيء اللي بدك إياه؟ طمنيني أنت رضيانة هيك هلأ؟ معقول ما فكرتي فينا بالمرة؟ ما غبنا عن البيت غير يوم واحد، وأنتوا النسوان عملتوا كل هالمشاكل؟ بس قليلي مشان شو؟ ليش عم تجبروا لشوريا إنه يقبل ببنتنا؟ أنتوا ما بتحترموا حالكم يعني؟ فهميني برأيك هذا التصرف اللي تصرفتوه كان صحيح؟ لو سمحت بترجاك تروق شوي، ما هيك أخذت هالخطوة بعد ما فكرت بالموضوع منيح؟ عن جد؟ وين هذا الشيء المنيح بقراره؟ فهميني بس. يلا قوليلي، انتوا رحتوا على بيته بدون ما تسألونا ورفعتوا الشعارات وجبرتوا يوافع على شروط الارتباط تبعكم ومبسوطين بحالكم؟ مفكرين انه هذا الشيء مزبوط؟ ليك رافي، انا ما بعرف شيء، نحن عملنا بس اللي قالته مهك. لو كنت هونيك وشفت تعبير وش شوريا كان معصب كتير، وشوي تانية كان رح يفقد عقله صدقني. شو رأيك؟ طيب وشو صار من بعد ما رجعتوا؟ انتوا فكرتوا بهذا الشيء؟ فكرتوا كيف بيكونوا تصرف مع مهك بعد ما رحتوا من هنيك؟ فيك تجاوبيني على هذا السؤال؟ انتوا مو مهتمين بمهك ابدا. شو هاد؟ خليني نام. ليك شوريا، رح نلعب حرب المخدات المساء، هاللعبة رح تغرقك بالنوم. يلا قوم جهز حالك لأنه لازم نروح. أنا جاهزة. اسمعيني، أنت عم تحلمي شي؟ بدك ياني روح ومعك أنت؟ ما بدي، خليني نايم أحسن. يلا روحي. هلأ حسب الشرط رقم 4، انت لازم تحتفل بكل المناسبات والاحتفالات اللي انا بدي اياها واللي بقلك عنها. مو مهم انك تعمل هالشي انت ومبسوط او مو مبسوط. بس ما في اي احتفال اليوم، انت ليش عم تزعجيني؟ امبلا اليوم في احتفال، ومشان هيك مو هيك جاي لحتى ياخدني وانت رايح معي على بيت اهلي. لا ماني رايح. ليك شوريا، رقم المدام اللي بتكون مديرة المؤسسة مسجلة عندي، معك 10 دقايق. يلا جهز حالك.
ابني خد راحتك، انت ما اكلت شي. شوريا بده شوية وقت ليجهز. مو مشكلة ابدا، كمان الشباب بحق لهم. شو بس البنات لازم يطولوا يعني؟ بعدين مدام هو هلأ رايح على بيت حما. شوف هاي ليكا كيفت؟ طمني عنك. تمام. مهيك ما جهز شوريا لسه؟ خالتي رح يجي بعد شوي. ما فيك تكون هادي ومريح بالك وبلا عصبية؟ آخر فترة صاير كتير عدواني. ليكي الشي الوحيد اللي صار هو إنه كلكن رجعتوا بعتوها لعنده مرة تاني، وهذا الحكي كتير غلط. بس على فكرة هو رح يرجع لهون، ها؟ وهي المناسبة اللي انتو عاملينها ما كتير حلوة لأنه مو موافق، بس ما عاد ينفع الحكي. مو هات يلا ما تخجل، قول أي شي يلا. لا مدام عن جد ما لي جوعان. خلص لا مدام خلص باكل. قول يلا لا تخجل. خلصت أكل؟ قصدي لا تخجل، هذا مثل بيتك مهيت. وفيك تسأل بنت عمك، هي بتحب كل شي بيتعلق بهذا المكان، وكلكن رح تحبوه مع الوقت صدقني. صح؟ يلا يلا تأخرتوا. ها؟ يلا خالتي تصرفي منيح ماشي. أنا مستحيل أعتبره صهر لهاي العائلة، فهمتي؟ مستحيل. طيب ماشي لا تعتبره صهرك مثل ما بدك، بس بتضلمي هيك بنتنا. لو سمحت اقبال بالشي اللي صار، لأنه مهيك قبلته كزوج إلى خلص كرمال سعادة مهيك، ولنحافظ على سمعتنا نحنا ضروري نكون بالحفلة. بس فكر بمهيك، كارونا واقفة جنب مهيك رغم انه هي بتكون حماتها، هاد بيعني انه قرار مهيك صحيح. لازم نوقف مع مهيك شو ما كان قراره، ولازم نقبله. كيف منتخلى عن بنتنا بوضع صعب؟ انت بتعرف كيف الامور، هي محتاجة لمساعدتنا. جيفان أنا بعرف شغلة واحدة، لما يكون الشخص وحيد وقتها بس بينهزم، بس لما بيكون مدعوم ما حدا بيقدر يهزمه. لازم نوقف مع مهيك مشان هي ما تفقد الأمل، هالفترة كتير صعبة عليها بالحقيقة. مع الدعم يلي رح نقدمه هي فيها تاخد يلي بدها إياه. يلا <تص->
آسف، أنا بتحسس. مرت عمي حطي لي علامتين لإلي، واحدة عني وواحدة عن زوجي، شو رأيك؟ يلا تفضلوا. شو هذا يا حبيبي؟ انت ليش اختفيت بحفلة العرس وما رجعت نهائيا لهم؟ خليني اقلك، انت عندك مرح حنونة كتير وهي رح تساعدك. تسلم يا ابني. تفضل ابني. نهال جيبي الأكل والشاي، أول مرة بيجي شوريا من وقت اللي صار العرس. ماس هاتي عنك. لا 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 لا، خليكي مرتاحة، أنت ما قصرتي، اشتغلتي كثير، خليهم هني يشتغلوا. خد ابني كل الحلو. لا شكرا. هالفترة مخفف حلو. شوريا كل لقمة بس، مو مشكلة بتركض كيلومتر زيادة المساء. شفت؟ مرتك بلشت تحسب حساب لكل شي من أولها، هي حتى بتعرفك قديش بتركض كل يوم. مرتي، مع أنه ما تم زواجنا حتى. مرت عمي، بالمناسبة لاحظتي انه الرجال بيضلوا عم يشكوا كل الوقت، حتى بينسوا انهم متزوجين، ونحن دائما ننبسط بحياتنا، صح؟ ايه هي ملاحظة. انا بنص هالعجقة هي نسيت تماما العادات. مهيت جيب العلبة من الغرفة، أنا رح جيب الباقي. إيه؟ شو هاد؟ كأنك ما أكلت شي. أنا اللي عملت حلو اللوز، صدقني حتعجبك. لا لا، أنا قلت لكم مخفف حلو، آسف. شو هاد؟ بنتي هدول شوية حلويات وهدايا لبيت عمك. مرت عمي ما كان ضروري إنه؟ كان ضروري. معقول هلأ ترجعي على بيتك وإيديكي فاضية؟ هدية صغيرة إلك.
هاد قميص، شوف لونه، بنبدله إذا ما عجبك. أنا ما فيني أقبلها. هاد قميص ابني، أنت ما بتلبس قمصان؟ بلا بلبس، بس ما فيني أخده منك. شو ريا؟ شو القصة؟ مرت عمي عم تعطيك هدية، خدها لو سمحت. حسب الشرط اللي انتو حطيتوه كان المفروض انه اجي واجيت، بس هلأ اني اقبل شي منكن فما فيكن تجبروني عليه، فهمتي؟ شوريا لو سمحت، ما في داعي حتى انك تكون عنيد هالقد. بما انك انت هون هلأ، شو المشكلة انك تقبلها؟ ليك مرت عمي عم تعطيك الهدية بكل حب. ما هيك شكلك ما عم تسمعي منيح من لما اجينا لك. يعني انت ما سمعتيني شو قلت؟ انا ما رح اقبل هالهدية. ما هيك الظاهر انه هو ما بيقدر الحب والروابط. انت ليش عم تتعبي حالك اختي؟ حلو كتير. يبدو أنه في حدا قرر يصير زلم. عمرك 22 سنة؟ بتعرف لما أنا كنت بعمرك أنه كنت وقتها عم دير أعمال ومشاريع ناجحة لحالي؟ ولا تنسى قبل ما تحكي وين انت واقف، ولد عاطل عن العمل وبلا قيمة مثلك ما له حق يوجه اي اتهام لشوريا كنا. شوريا بكفي هذا الحكي. خير شو اللي صار مهيك؟ انا قلت شي غلط يعني؟ هو معه حق انه يوقف ضدي انا، وليش انتو عم تعملوا كل هالدراما وتتظاهروا؟ فينا على القليلة ما نكذب على بعضنا، مزبوط؟ لازم نكون صريحين شوي صغيرة. شو اللي بدك تقوله؟ بدي اقول انه هالهدايا والحلويات وكل هالعادات القديمة هي ما في اي داعي لها. يلا بلا ما نتظاهر أكتر، خلونا نبطل كل هالشغلات. ليش عم نمثل على بعض؟ خلونا نوفر تعب على حالنا. أنا أخذت اللي بدي إياه وأنتوا أخذتوا. أنتي أخذتي اللي بدك إياه. وطبعاً بالنهاية ما حدا فينا خسر، وكلياتنا طلعنا متعادلين. أنا بعترف إني إنسان ذكي، انتهازي وبلا ضمير، وفيني أعمل أي شيء لمصلحتي. بالمناسبة أنا بنجح دائما، وأنتوا ما بتفرقوا عني شيء. طيب رح أشرح لك. كان بدي من مهيك كتاب الوصفات، قام قررت أتزوجها ولغيت العرس. بالآخر أنا حطيت إيدي على الوصفات. كان بدكن مهيك تدخل على حياتي وعيلتي على طول. كان بدكن مهيك شارما تصير مهيك كنا. لهالسبب هاد ولحتى تحققوا حلمكن ويتم هذا الزواج، انتو عملتوا كل شيء. انتي نظمتي احتجاجات شوريا كنا شوريا كنا. أنجزتي مهمتك بالأخير على أكمل وجه، تأكدتي إنه مهيك صارت دائماً بحياتي أنا، وهذا اللي صار. غلطانين مفكريني ما بعرف شو هي نواياكن هلأ؟
أو شو عم يدور ببالكم؟ لهذا السبب كلنا مثل بعض. شو الفكرة عم نعمل حالنا مناح مع بعض ونتبع هدول الشغلات؟ طيب ليش؟ ليش هيك؟ عم تهدوني هدول هلأ؟ الحلو؟ وهاد القميص؟ حاجة تمثيل بقى بلا ما نتظاهر لما منكون سوا. هلأ انكشف كل شي. أنا ما عاد عندي أي شي، ما في شي إلكن يا. وإلا مرتي الحلوة بجوز تفسرها أني أهنت بيت حمايي بأول مرة بجي فيها بعد زواجنا. بستأذن منكم. بتمنى انه شوريا ما يسوي اي شيء غلط وما يعمل اي مشاكل مع عائلة مهيك ابدا. ابرا شو صار بالشوربه تبعي؟ كارونا تعرفي من لما تزوج شوريا ومهيك هو لما كان صغير، تتذكري كنتي دايما تضلي خايفه عليه من المشاكل. مع كل هاد كنتي السبب بمشاكل الكل على طول. بتتذكري كان يشدك من شعرك لما كان ولد وهلأ من رجلك. شوفي مهيك، شوفي بنتي كل شي تمام؟ ايه متأكدي شوريا عمل مشكلة ببيت مهيك؟ اهدي كارونا، ليش خايفة على شوريا ومهيك؟ بالمناسبة ابنك في عنده هواية لعبة جديدة كل يوم. أنا متأكدة لما رح يمل من هالبنت رح يتركها، بس برأيي وبعتقد إنه هو مل منها عن جد، لهالسبب هو طالعها من البيت. هي مانا لعبة، ما هيك كنت العيلة وهي بنتنا كمان. كارونا بهالحكي عم بتضحكيني كتير، ماني عم صدق. مفكرة هالبنت التعيسة ما رح تجيب لنا مشاكل ابنه؟ بصراحة كانتا أنا هلأ صرت كتير خايفة. معقول إنه دعمنا لمهيك هلأ كان غلط ونحن ما انتبهنا؟ انتي عم تفكري اذا غلط ولا لا؟ ستي نحن كلياتنا غلطنا هي الغلطة وما حدا فينا انتبه حتى. بذكركن؟ ذكركن قديش شوريا كنا إلا الأدب واحترام معنا بهذا اليوم؟ ما عم صدق انه هذا شوريا اللي ضل معنا بهذا البيت، خلانا كلياتنا نحبه وكرمال شو؟ معقول لهالدرجة قدر يخدعنا؟ وأول ما اجته الفرصة المناسبة غدر فينا؟ أنت ما عندك أي احترام للي أكبر منك يعني؟ بعرف إنه أنت ما بتحبني وما بتطيقني حتى، بس ليش لحتى تكون سيء كل هالقد مع الكل؟ بعرف إنه أنت ما بدك تعمل هاي العادات ماشي، بس ليش لحتى تحكي مع أهلي بهالطريقة؟ هنن شو قالوا لك شو أزوك؟ أنا حكيت معهم مثل ما بحكي مع الكل على فكرة. وبالمناسبة شو هذا اللي صار اليوم؟ يعني ليش هنن عملوا كل هذا الشيء؟ اللي عملته عيلتك اليوم كان كتير عيب، وهذا هو الشيء اللي بتعمله الناس العادية.
انتي حققتي حلمك ودخلتي على بيتي، قلي لي شو له معنى هالشي؟ التقاليد ولا هاي العادات؟ شو له معنى قولي لي؟ انتي عم تعيشي الحلم الكبير هاد على الفاضي، عندك سيارة وبيت فخم وكل شي بتتمني، ما ضل ناقصك أي شي. ليش لكن بدك تتبعي هاي العادات والتقاليد القديمة؟ ليش؟ انت متعود هيك يعني؟ متعود انك تشوف العالم عم يحترموك مشان مصاريك؟ لهذا السبب انت ما بتصدق انه ممكن يجي شخص ويعمل اي شيء كرمالك انت؟ المصاري خلتك تكون اناني وما بتعرف شيء ابدا، ولازم نفسيتك تكون مكسوره لحتى تقدر تفكر منيح وتشوف كل شيء بوضوح. يا شوريا، هيك لك بدك تقولي لي شو اعمل؟ بعترف انه انا بقدر اخدع العالم كله لمصلحتي الشخصيه، بس ما بخفي النوايا ابدا، وبقولها بوشك كمان. اما عيلتك ناس نصابين، هنن كتير شاطرين بالنصب، بيخدعوا العالم بالتمثيل والدموع الكذابه تبعهم، تماما مثل ما عملت مرت عمك كانتا بهذا اليوم. عطتني قميص ب 300 روبية، كانت عم تحاول تكون لطيفة معي وتحترمني. انتو لازم تدرسوا بمعهد التمثيل والمسرح وتعلموا البنات اللي بحارتكن كيف يعلقوا رجال الأغنياء فيهن وياخدوهن. ورح أرجع أقلك، بس كرمال وصفات أمك أنا تظاهرت أني بحبك ميك. كنت بدي أعطيكي 5 ملايين، بس لا، بدك تاخدي مني كل الممتلكات اللي عندي بالمقابل. على الأقل اعترفي بالموضوع مهك، أنا ما فيني حتى أقلعك من البيت هلا. أنتي شو كنتي تقولي؟ أنا شايفة بعيونك الحب كله، هاي كذبة كبيرة، أنتي كيف ممكن تصدقيها؟ تعرفي أنا شو شفت بعيونك مهك؟ شفت الطمع والغش كمان. بتعرفي شو الغريب؟ شروتي وشويتلانا وعمي كلهن أحسن منك، ما بيخفوا حقيقة إنه هنن بيكرهوني. بعرف إنه هنن بدهن أملاكي كلياتها، وإنتي كان بدك تصيري على اسمي كمان، صح؟ وهي صرتي على اسمي هلأ، عم تخططي لحتى تصيري حامل بابني بهالفترة، صح؟ مو هذا الشيء اللي عم يدور ببالك هلا؟ جاوبيني. هذا الشيء اللي انت بدك تحصلي عليه، صح؟ لما رح تحملي بابني ما حدا قادر يوقفك من الادعاء انه هالممتلكات كلها الك. بكفي شوريا، بكفي. شو اللي صار معك؟ الحقيقة صعبة مو هيك؟ أنا دائماً كنت حس إنه بابا أسوأ شخص على وش الأرض كله، لأنه هو تخلى عن مرته المسكينة وراح لعند مرة غنية وقال لها بحبك وتزوج منها. شو هاد؟ بس أنتي طلعتي أسوأ من أبي بكتير، صدقيني. خطتك كانت منيحة لدرجة إنك ما خليتيني اضطر إنه اتنازلك، أنا وقعت بالفخ تبعك. ما هيك شارما حاجة تمثلي علي بقى؟ عيشي هاي الحياة المرفهة بهالقصر الفخم هاد، وانبسطي شوي، نامي بغرفتي وفيكي تستعملي مطبخي، عندك كل أدوات الرفاهية اللي بتحلمي فيها. بالمختصر عيشي حياتك عراحتك. هلأ أنتي اشتغلتي لتوصلي لهون، ومرت عمك تعبت لحتى توصلك لهون، صح؟
انبسطي بحياتك. خالتي، أنا بعرف إنه أنتي شايفة وبتعرفي إنه ابنك عم يغلط بحق كتير ومتضايقة مشاني، بس بترجاكي لا تطلبي مني إني فوت لجوا هلأ. أنا حابة إني أقعد لحالي شوي. فهماني عليكي بنتي، ما أكلتي شي من الصبح بنتي؟ جبلك شي لحتى تأكلي؟ لا يا خالتي، أنا ماني جوعانة ولا عطشانة، مو حاسة بشي بعد اللي عمله شوري. لو أمي مو قلبة طيب زيادة كنت بدون ما فكر بطردها لما هيك شارما من هذا البيت بلا رجعة. أهلين كارونا. مرحبا. ما هيك من وقت رجعت من عندكم كتير متضايقة. صاير شي؟ شوري عمل شي اليوم؟ ما هيك ما عم بتقلي أي شي. عالقليلة خبريني انتي. يعني ما بعرف شو بدي قلك. لما كانوا عنا آسف. أنا بتحسس. وكمان هدية صغيرة لك. أنا ما فيني أقبلها. أنا آسف. لا تنسى قبل ما تحكي وين انت واقف، ولد عاطل عن العمل وبلا قيمة مثلك انت ما له حق يوجه اي اتهام لشوريا. كانتا يا كانتا، شوريا بيستاهل يتعاقب على اللي عملوا معكم. ما رح سامحوا ابدا. ما بعرف شو بدي قلك او كيف بدي اعتذر منك. اسمعي، تصرفات شوريا الاخيرة ما بقدر لومك عليها. بصراحة نحنا ما بنقدر نلوم شوريا كمان، لأنه منعرف مهك كتير عنيدة ومنعرف رح يصير هيك. بس أنا وإنتي أمهات، يمكن ما نكون نحنا يلي ولدناهم، بس نحنا حبيناهم أكتر من أولادنا. لهيك نحنا ما بنقدر بنوب نشوفهم عم يتقاتلوا مع بعضهم وما فينا نعمل شي. بس إيه، فينا نترك كل شي للوقت. أنا متأكدة إنه كل شيء رح يكون منيح. تصبحي على خير.
شو في يا عريس؟ ليش مبين مدايق هيك؟ الرجال بالعادة بيكونوا كتير مبسوطين أول سنة أو سنتين بعد الزواج، بس أنت مبين مانك مبسوط أو متضايق. ليش أنت على طول بتبين مانك على بعضك وما بتضحك بالمرة؟ إيه هريش؟ ها؟ شوريا مانو متضايق، بس هو وجهه صاير بشع شوي. عفوا؟ آسفة شوريا، أنا بس كنت عم امزح. شوريم، ليش ما هيك ما نزلت؟ ماما ما بعرف ولا بتفرق معي حتى، هي كنتك، روحي اسأليها. بالمناسبة إني أتأكد إنه هي أكلت، مو جزء من العقد تبعي أبدا. ما هيك؟ شو؟ شو هالحلا كله؟ لوين رايحة بنتي؟ الفطور جاهز، تعي افطري. خالتي عندي شغل ضروري، أنا تأخرت كتير، رح آكل شي على الطريق. ألو إيه موهيت؟ شوي وبكون عندك. إيه؟ مهيك، أنت شو هذا اللي عم تقولي؟ هي ما اسمها خطة، هي اسمها مهمة مستحيلة. بالمناسبة ما حدا رح يحاكيكي شي لأنك بنت، بس أنا الكل رح يحكي معي ويبهدلني كمان إذا عرفوا أني ساعدتك بتنفيذ هالخطة، رح أوقع بورطة. مو هيك، ليش قلقان هالقد؟ أنا بعرف كتير منيح شو هو الشيء اللي لازم أعمله وكيف. ما هيك؟ فكري مرة تانية رجاءً. خلص أنا قررت. شوريا كنا، شوريا كنا نزل لتحت. شوريا كنا لو سمحت نزل لتحت، أنا بدي أحكي معك. أكيد جاي تعمل لي محاضرة. شوريا كنا نزل لتحت. شوريا كنا. شي يوم أنا بدي أحبسها بالمخزن وأخلص منها. شوريا كنا، يلا نزيل. شو في مهيك؟ رح تعرف فيكي، خلي السيد الكبير ينزل بالأول. إذا سجلنا سخافاتك ونزلنا الفيديو على الإنترنت، أنا متأكدة بجيب ملايين. شوفي، ليش عم تصرخي؟ وشو بدك مني؟ أنا بدي أحكي معك ضروري. إذا بتتوضح هالأمور بالنسبة للكل بيكون كتير منيح. تعرف إنه بعض العالم بهالبيت كتير شاطرة بتحريف الحقيقة والسرسرة؟ قولي اللي عندك وبسرعة، لأنه ما في عندي وقت. بدك مصاري ولا عندك طلب جديد؟ شو هاد؟ صحي انت شو قلت لي؟ انت فيكي تعيشي حياة مرفهة بقصري، قصري الفخم، وكمان فيكي تستخدمي غرفة نومي، واستخدمي كمان مطبخي إذا بدك، استخدمي كل شيء بدك يا مهيك. بالمختصر عيشي حياتك وكله ببلاش، مو هيك انت قلت لي؟ شوريا، أنا بعمري كله ما استغليت أي حدا أو غشيته حتى. معقول هلأ استغلك أنت؟
هي دفع على حساب لحتى ضل بالقصر الفخم تبعك. قول شو المبلغ؟ 2000 3000 5000 ولا قلك 7؟ هدول دفع على الحساب. إذا قلنا الغرفة ب3000 أنت بدك 15000 عن 5 أيام. وهلأ إذا قلنا بدي ضل 10 أيام عندك معناتها رح أدفع لك 30. إذا بدكن أكتر قلولي لأن المصاري موجودة إذا بدك لسه قلي قبل ما تنصرف. ما بعرف ليش أنت مفكر إني رح ضل هون ببلاش. مستحيل عيشون على حسابك. شو كمان قلت لي؟ بتذكر قلت لي إني رح أتسلى وأستغل الموقف لمصلحتي. شو رأيك أنا؟ اطمن أنا ما رح فوت على غرفتك لأني بحترم حالي. تأكد من هالشي. حاش تحكم علي. أنا ما رح استغل الوضع يلي نحن فيه هلأ لأني إنسانة محترمة وما رح فوت على غرفتك لحتى تجي أنت وتطلب إني أرجع على الغرفة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.